نتكلم بقى عن اهم مكون للبشرة هو الكولاجين. اكيد صح، قولي لنا بقى اتكلمنا. هو يعني احنا عشان ما نطولش كتير في موضوع ان احنا نتكلم عن الكولاجين، هو اللي احنا لازم نعرفه علشان الناس تبقى فاهمه بقى الكلام التاني اللي احنا هنقوله بعد كده، ان الكولاجين بالنسبه لنا هو ستيل بروتين مش فيتامين. فهو بروتين وابندنت بروتين، يعني من انواع البروتين اللي موجوده بقوه وبكثره في الجلد علشان يدي له الشكل التايب بتاعه، علشان الجلد ياخد التكتشر بتاعه ويكون مشدود ويبقى في احسن شكل. تمام. فاذا الكولاجين مهم جدا، هو بيتاخد بقى من الاكل ولا ايه انواعه بالظبط؟ لا، هو البروتين احنا ده بروتين، واحنا قلنا ما فيش ابدا بروتين هو بيتاخد عن طريق كريمات او سيرمز او حاجات زي كده، ولا حتى بيبقى يتكون معانا لما بناخد فيتامينز، هو بيتاخد في الاكل، هو من الاكل بتاعنا. من الاكل بتاعنا. تمام. وكمان هو بيتعمل له عمليه كيميائيه علشان خاطر يوصل، هو بوند عباره عن روابط، فعشان يوصل للروابط دي لازم كمان يكون الجو العام مهيأ علشان العمليه الكيميائيه دي تكمل، ومش هتكمل برضو الا في وجود ان هو الفيتامين سي والزنك، وبرضو الحاجات دي لازم تتاخد احنا في الاكل، وانا مش هتكلم احسن منك في الحكايه ديت. والكولاجين موجود في كل حاجه، هو مش موجود في الجلد بس، هو موجود في الغضاريف وفي الشعر، وموجود في العضلات. فاحنا علشان بقى نكونه في الجلد لازم يتاخد. دلوقتي دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، لازم ان احنا بنتكلم في حاجات جديده بتحفز الكولاجين، لان احنا ما نقدرش ان احنا نكون كولاجين جديد، احنا بنحفز الكولاجين بتاعنا. تمام. يعني الانسان عايش بالكولاجين بتاعه صح كده؟ اساسي، ده اساسي. هو طبعا بيبدا يقل بعد سن ال 25، وللاسف الشديد بقينا بنشوفه بيقل في اعمار اقل كتير، وفي عوامل بتخليه يقل اكتر. وطبعا كل الناس دلوقتي حتى الاطفال الصغيرين عادوا بيشربوا كافيين، من الحاجات اللي بتكسر بسرعه، الشمس بتكسر الكولاجين بسرعه. فهو لحظه واحده، لا لا واحده واحده بقى، بتقولي الكافيين دي يعني كلنا نشرب القهوه والشاي وي 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 صح؟ طب يعني هل بعد يعني ما ناخد كميه معينه زياده مثلا؟ ايوه الزياده، الزياده مش 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 اساس الكافيين صح؟ مش اقل كميه يعني، بس هو الافراط، والناس عاده بتفرط بشكل كبير. ده عند الافراط يعني من اكتر من كوبايتين يبتدي يكسر في ال ولا ايه؟ في ناس بتتاثر باقل كميات. باقل كميات اللي احنا عايزين نعرفه برضو ان في ناس دي حاجات جيناتك، في ناس بتتاثر اكتر من غيرها بالحاجات اللي زي كده. يعني انت ممكن تاخدي كوبايه ما يعملش فيك حاجه، واحد تاني ياخد الكوبايه تاثر فيه بشكل كبير. انت ممكن تشربي 10 كوبايات كافيين وحد تاني لا العشرة دي تدمروه، ما يبانش عليكي الا بعد شهر ان الكولاجين بدا يقل، وفي ناس هتبان معاهم من اول يوم. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ الاول الاكل، ده بالنسبه لنا اساسي، وان احنا ناخد بالنا من العادات الصحيه بتاعتنا، ده بالنسبه لنا حاجه اساسيه عشان نتاكل بعض. مش حد بيعرف يعمل حاجه زي كده قوي، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. احنا في الشغل بتاعنا بقى في العياده احنا بنشتغل ان احنا نبدا نحفز الكولاجين. دلوقتي بقى في نيو ايرا في الشغل بتاعنا، ان احنا واحده واحده قبل ما نخش في برضو الناس عشان تمشي خطوه خطوه. ايه الحاجات اللي بتساعد على، معلش نراجعها يعني، انا بقول بتكلم في المواضيع دي كتير بس نراجعها مع حضرتك، ايه الحاجات اللي غذائيا يخلوا بالهم منها برضو علشان للي برضو بيكون الكولاجين لغايه سن 25 سنه وبرضو يحافظ عليه فيما بعد، ايه الحاجه اللي ياكل الكولاجين اساسي؟ احنا الاحماض الامينيه موجوده مينلي في البروتين الحيوي، ممكن نلاقيه في المشروب، ممكن نلاقيه في الـ في الـ كينوة. موجود ايه كمان في الكينوا، ده علشان الناس اللي هم مع الصيام والناس اللي مش عارفه تعتمد على يعني علشان برضو البادجت الاجتماعيه حاليا مش كل الناس تعرف تاكل كل يوم بروتين. بس الاهم برضو وده انا برضو قلته، ان احنا لازم نكون بناخد اكل فيه فيتامين سي وفي زنك وفي مغنيسيوم، لان علشان العمليه الكيميائيه تكمل في التمثيل الغذائي للكولاجين في الجسم.